وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لا أمان أبداً مع شرب الخمر في الغرب أيها الأحبة. وفي الدول غير الإسلامية كانوا يحددون مستوى آمن يعتبرونها حدود آمنة لشرب الخمر، كأسين في اليوم، نصف كأس إلى آخره، يعني معايير كل فترة يخفضون. آخر بحث 2018 قالوا ليس هناك حد آمن، فالخمر بمجرد أن تشربه يحدث تشوهات لديك في أماكن عديدة من أهمها الشريط الوراثي. إدمان الخمر يمكن أن يؤثر على الشريط الوراثي ويحدث DNA ويحدث تشوهات، وأن قطرات من الخمر إذا نزلت شربتها الأم تؤثر على الجملة العصبية للجنين. لذلك أيها الأحبة دعوني دائما نستخدم لغة التوثيق العلمي، نرى الفيديو، نرى فيه المواقع الإلكترونية التي تتحدث عن هذا الموضوع والدراسات العالمية، ونعود كعادتنا للكتاب والسنة ونقرأ ماذا أمرنا القرآن وماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. دعونا نتأمل. طبعا أيها الأحبة، منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا عام 2016 بسبب الإفراط في شرب الخمر. وهنا نرى أمامنا هذه الدراسة تقول ليس هناك أي حدود آمنة أبدا على الإطلاق. فالخمر حسب منظمة الصحة العالمية في عام 2016 قتل 3 ملايين إنسان بسبب الإفراط في شرب الكحول، مما يعني أن هناك حالة وفاة واحدة من بين كل 20 حالة على مستوى العالم مرتبطة بشرب الخمر. وطبعا تقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 3/4 هذه الوفيات وقعت بين الرجال. وطبعا هذه الوفيات المتصلة بالكحول تحديدا تنجم عن حوادث السير وأمراض القلب، داء السكري، بالإضافة إلى أكثر من 200 مرض آخر متصل بشرب الخمر. تصوروا أن هناك أكثر من 200 مرض يسببها شرب الخمر. طبعا جامعة هارفارد العريقة تقول إن كل الدراسات السابقة التي كانت تدعي أن تناول الخمر باعتدال يقوي القلب تبين أن العكس هو الصحيح، فتناول كمية من الخمر ولو كانت قليلة لا يمكن أن يكون دواء للقلب، بل يسبب اضطرابات في أنظمة عمل القلب، كما يمكن أن يسبب النوبة القلبية وبخاصة لكبار السن. كذلك هناك جامعات عريقة حاولوا تبرير شرب الخمر ولكنهم فشلوا، فقد أثبت العلم والدراسات العلمية، كما نرى أمامنا دراسة لجامعة هارفارد 2015 تقول بأن استهلاك الخمر بشكل معتدل حتى مرتبط بمشاكل القلب. سبحان الله، يعني هذه الدراسات أيها الأحبة تأتي لتؤكد كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنتيجة التي وصل إليها العلماء الآن والتي تقول إنه لا توجد حدود آمنة مع الخمر حتى الكميات القليلة، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة في قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الترمذي. هذا الحديث يؤكد أن الكمية الصغيرة من الخمر محرمة لأنها تؤذي الجسم. وكذلك العلم يقول نفس هذا الكلام حرفيا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام
يقول لا يم إنه ليس بدواء ولكنه داء، والعلم يقول كما نرى أمامنا دراسة موقع بي بي سي، المشروبات الكحولية مضرة بالصحة مهما قلت كمياتها، هذا نراه أمامنا على موقع بي بي سي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقول إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. سبحان الله، يعني إذا رجعنا إلى مركز مثلا مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، نجد أنهم يؤكدون أن الخمر يسبب أيضا أمراضا كثيرة جدا، على الأقل 7 أنواع من السرطان مرتبطة بالإفراط بشرب الخمر. إذن الله عز وجل عندما قال لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إذن لعلكم تفلحون هنا لا تعني تفلحون في الآخرة فقط، بل الله يريد لك النجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة، لأن الدنيا هي بوابتك إلى الآخرة أيها الأحبة. إذن لماذا لا تلتزم بتعاليم الله عز وجل؟ يعني هذه النصيحة، هذه الآية أيها الأحبة، هذه الأحاديث، والله لو أخذ بها الملحدون لكانوا أكثر الناس سعادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير ليس للمؤمنين فحسب، بل لغير المؤمنين، إذا اتبعوا هذه التعاليم سيصلون إلى السعادة والنجاح في الدنيا قبل الآخرة. هذا النبي أيها الأحبة والله إنه رحمة من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة وهو فضل من الله ومكسب لنا أيها الأحبة. ينبغي أن نتتبع كل معلومة جاء بها النبي أو أمر بها فنتبعها، لأنه لابد أن يكون من ورائها حكمة علمية، لابد أن يكون من ورائها فائدة لنا تضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.